أمام بلجيكا مباراة 2-2 اللي أقيمت في هالملعب. بعد كده مباراة المنتخب السعودي من أمام منتخب الكاميرون. هذه فرصة محاولة يابانية رأسية تبعد من الدفاعات وتصل مرة أخرى. مرت من جديد هوندا مرة أخرى. كل الكرات هوندا. جول يسدد كرة يباغت حارس المرمى. واحد من الخيارات. نعم هو واحد من الخيارات. يأتي هوندا يسجل المنتخب الياباني. ارتاح ارتاح وحيد خيلوزيتش في اللقطة الماضية. كيسوكي هوندا يسجل أول الأهداف للمنتخب الياباني. يأتي بعد مرور 26 دقيقة من أحداث هذا اللقاء. لقى مكان سليم سدد من خلاله. سجل أول الأهداف. شوف اللمسة مكان خالي. شوف هنا التسديدة. ثمان لاعبين لكن التسديدة كانت قوية. وحارس المرمى ما تعود على مثل هالكرات. مرت إلى الشباك. عدت لأول أهداف المنتخب الياباني. إذن يتقدم اليابان بهدف مقابل لا شيء. أول أهداف اليابان. سجل الهدف الوحيد في أحداث هذا اللقاء. على العموم لدينا محاولة يابانية. واحدة من المحاولات هنا. هوندا يحاول يتجاوز واحد واثنين وثلاثة. يمشي كرة في الطرف الأيمن. تأتي العرضية. محاولة لا تزال قائمة. محاولة أيضا لإدراك وتعزيز الهدف أو التقدم الآن للمنتخب الياباني. هنا تأتي التسديدة. نعم يأتي الهدف الثاني لمصلحة المنتخب الياباني. خيار آخر يأتي هنا. مايا يوشيدا يسجل الهدف الثاني من قلب الدفاع. يوشيدا يسجل الثاني الأهداف لمصلحة المنتخب الياباني. تسديدة كما قلنا هي تسديدتين للمنتخب الياباني. الخيار الأمام هذا الرجل وحيد خيلوزيتش من أمامه. طبعا المنتخب الياباني يسجل ثاني. يرتاح أكثر وأكثر. يوشيدا يسجل إلى ثاني الأهداف لمصلحة المنتخب الياباني. شوف اللمسة. شوف العودة ياماغوتشي. هو هنا. شوف اللمسة من ياماغوتشي. ولمسة هنا يوشيدا يسدد كرة على يمين حارس المرمى. يأتي هنا الهدف الثاني لمصلحة المنتخب الياباني. 2-2 لا شيء. هوندا كان في الهدف. هي المباريات طبعا في تمام الساعة 7 الساعة 8 إن شاء الله. الكويت أمام ميانمار. والساعة 48 دقيقة السعودية من أمام تيمور الشرقية. هنا محاولة المنتخب الياباني. فرصة للهدف الثالث. هنا تدخل والهدف. نعم الهدف الثالث يأتي لمصلحة المنتخب الياباني. هالمرة يأتي شينجي كاغاوا يسجل الهدف الرقم 3 للمنتخب الياباني. إذا 3 أهداف. يأتي هنا كاغاوا بعد دقيقة 61 يسجل الهدف الثالث للمنتخب الياباني. إذا 3 أهداف مقابل لا شيء. فرحة كبيرة وعريضة لجمهور اليابان الحاضر هنا في مدرجات ملعب سايتاما الملعب اللي يحتضن هذا اللقاء. شوف هنا هوندا لمسة. نقلات هنا شينجي أوكازاكي. وأخيرا وصلت لمن؟ وصلت للهداف بلمسة واحدة شينجي كاغاوا. ولو أنه ضاع فرصة من أسهل الكرات في هذه المباراة لكن هالمرة لم يتأخر ولم يمهل حارس المرمى ومدافعي الوقت الكبير. هنا شوف واحد في فرحة هدف.